هيدا الصف هون كله جديد. ممكن هاي بعتقد فينا نلاقي احسن. هيدي شو هاي؟ هاي بدها شغل. بعتقد هاي هي السيارة. تعاطي علي بعد 5 دقايق كذب المنطقة، إذا لقيت شي تاني ما غير عنا. هيدي كثير منيح. هاي من جوا روعة. المشكلة إنه كلهم جداد السيارات. هيدي البقام حلوة. ليك من جوا بتاخذ العقل. بس بعد عندي إحساس في شي أهم بعد حيكون. شوارع جل الديب دلتنا على السيارة. يلا لقيت السيارة، بعتقد هاي هي. وهالسيارة رح تدلنا على صاحبها. أكيد هيدي هي السيارة اللي أنا بدي إياها. وراها أكيد قصة كبيرة. خلينا تبدأ عملية البحث عن صاحب السيارة. يلا. كيفك؟ شو أخبارك؟ بتعرفي شي صاحب السيارة مين؟ لا. ما عندك أي فكرة؟ لا. شكرا، كل لك ذوق. ثانك يو، باي. بتعرف شي مين لمين هالسيارة؟ مو. طيب شكرا، كل لك ذوق. ميرسي. بتعرف هالسيارة شي لمين؟ لا ما بعرف. ما عندكم فكرة؟ لا. بتعرف شي صاحب السيارة لمين؟ هاي أكيد لا. مرحبا، كيفك؟ شو أخبارك؟ تمام. بتعرف السيارة لمين؟ هيدا إيه؟ أوجه طانوس، هيدا تبع العمومة. بتعرف بيته وين؟ بيته وين؟ بعتقد هون تحت في محل. بتعرف شي صاحب هالسيارة مين؟ هي العمود الأصفر؟ إيه؟ بنفس الزول. مرحبا. أهلاً. كيفك؟ شو أخبارك؟ تمام، الحمد لله. بتعرف شي لمين صاحب هالسيارة؟ اللي عم يطانوس. بتعرف ليش بيته وين؟ بيت البلويج. بهاي؟ من بعد ما تأكدنا إنه غادر البيت، قررنا نفوت ونتعرف على عائلته. مرحبا. مرحبا. كيفك؟ محمد قيس من الام تي في. اهلا. شو اخبارك؟ كيفك محمد؟ انا كنت عم فتش على صاحب السياره المرسيدس، طلعت قالوا لي انه العم طانيوس. حضرتك بنته؟ بنته. ومدامته موجوده؟ موجودة. ولدتك؟ فيني فوت شوفها او اذا هي هون؟ بدك عيط لها؟ لا انا بروح لعندها ما تعزبيها. يلا. مام؟ مرحبا. أهلا. كيفك محمد؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله بخير. كيف الحمد لله. خير. كنا عم نمرق بالحي وبرنامجها اسمه ترك علينا عبر الام تي في، عم نفتش على السيارات وورا كل سياره شايفين في قصه، فهو قلق كثير على سياره العم طانيوس. خبريني اكثر، العم طانيوس صار له بيشتغل على السياره وقديش السياره مهمه بالنسبه له؟ مهمه بالنسبه له انه ما بيقدر يقعد بالبيت، بده يشتغل. وما عنده مردود يعني بالوقت الحاضر الا السيارة. ما عارف مصاريف البيت وبدها. وهو لقاله هو كصحيا انه احسن يظهر يروح يشتغل ما يضل قاعد. صحيا هو شو من شو بيعاني؟ ما بيعاني الا من السكري الحمد لله. السكري الحمد لله، بس انه من اذا بيقعد بيعصب بفضل انه يشتغل لحتى يتعود على الشغل. قد ايه صار بيشتغل على خط العمومة تقريبا؟ هو فقد قديه السياره هلا شوفر اوتوكار من اول ووقت وقفوا عن وهلا شو بيعمل بعده؟ ما زال كمان بيزاول مهنه انه هو شوفر اوتوكار بيزاول بعده بيقع من على بكره وبيشغل عنده يعني مرتين بيظهر على المدرسه من على بكره وتنتين وبقيه الايام يعني بقيه الايام من الاوقات بيقضيها على السياره بيظهر الابله دول بيجي بعده قد ايه عمره؟ بال70 سنه وهيدي السياره هلا مثل ما فهمت منك انه هي شغلته هي مصدر رزقه وقد ايه معلق فيها؟ هيك ما تسأل. هيك ما تسأل قد ايه معلق فيها. بدك تقول حياته. هي سيارته. قد ايه من تعبه. معلق جبينه. أكيد لأنه مش حدا مساعده فيها أو حدا مقدم لي أو شيء. يعني ممكن إذا لا سمح الله سرقنا له السيارة أو عملنا فيه مقلب صغير أو عورنا له السيارة أو حدا خبط له السيارة شو بيعمل؟ هون أكيد يعني ما بضمن لك شو بيعمل، يمكن بيصل الحكي ايه صحيا هو صحيح. صار معه السيارة يعني انا شفت السيارة وبرجع بقول عم بنقي السيارة اللي هي وضعها بحاجة انها تتزبط بحاجة انه في عندها اعطال. قديش عم بيعاني من الاعطال اللي عندها اكثر شيء بتأثر على شغله؟ اكيد اكيد بتأثر. السيارة انا شفتها من برا معجنة
وهذا الشيء بيأثر على شغله، يمكن بيقلل من فرص انه يطلع عنده ركاب اكثر او لا. اكيد اكيد وقت بشوفوا هاي مش حتكون مثل سياره جديده. صح. واحد بيطلع انه هاي سياره جديده انا بطلع فيها، وقت بشوف هيك انا ما بطلع فيها. ولين معجن من برا كان عم بيصلحها شيء؟ كان عم بيصلحها وبيسويها. ليه ما كفى تصليحها؟ لان ظهر موقت وما عاد رجع على الدرج. ما قدر ما قدر. اذا بيوقف شغل النهار قد بتتاثروا انتم؟ إذا بتوقت تعطل السيارة سمح الله نهار، يعني قتل كل إنسان إذا ما إجت مرضه كيف بدك تتصرف؟ إحنا اليوم جايين نقول نفاجئ للعنطانيوس إنه ترك علينا، ولكن ما نتعاون معكم، بدنا نراقب العنطانيوس أي ساعة رح يظهر من البيت، رح ياخذ تفاصيل مع مرسال، أي ساعة بيروح على الأوتوكار رح بنراقبه، ورح بنفس الوقت نحاول نعمل مقلب صغير لحتى نقشطوا السيارة. ونقول له هيدا لك اسبوع رياحه تنبسط فيه وترتاح فيه. لا بدنا نبسطه، بدنا نخليه ياخذ اذا بدك اسبوع عطله وبس هو يترك علينا. ساعدوني. الله يستر. الله يستر.